أحمد شوقي أمير الشعراء، أول من كتب للطفل العربي. بعدها توالت جهود الأدباء العرب من أجل الكتابة للطفل العربي، وذلك من خلال إحياء الموروث الشعبي وإضفاء التشويق عليه. ثم بدأت الأجيال لاحقاً تتابع بشغف أدب الطفل العالمي، وكلنا يذكر القصص العالمية الخالدة كأليس في بلاد العجائب وبياض الثلج. لكن هناك من يعتقد بأن احتياجات الطفل ووعيه تغير عن ذي قبل. القديمة مثلاً شفتي مثلاً سندريلا بتحلل المشكلة الساحرة، بتجي بتعملها عربية ويعطيني and that's it. ونفس الشيء تقريباً سنو وايت بحلولها مشكلة الأقزام السبعة، هذا الشيء كتير تغير هلأ. هلأ اليوم وإذا بدك تكتبي كتاب ناجح فعلاً لازم يكون الطفل هو اللي عم ياخد دور بتغيير مشكلته اللي واجهها أول الكتاب، ولحتى يصل للتوازن من جديد. هناك مساعٍ حثيثة للنهوض بأدب الطفل في عدد من الدول العربية، فدور النشر أصبحت تولي اهتماماً أكبر لكتب الأطفال، كما تم تخصيص معارض لأدب الطفل. كذلك خصصت الكثير من المسابقات لتكريم أفضل الأعمال الأدبية للطفل. لكن السؤال يبقى، هل كتب الأطفال في العالم العربي تمس واقعهم؟ إحنا مجتمعاتنا بتواجه تحديات كثيرة، بتواجه تحديات اقتصادية، صحية، سياسية، في يعني إحباطات كثيرة، بالمقابل الكتب دائما صورتها ملمعة، الأسر دائما فيها متحابة، فاتح البشرة، عندهم ملاءة مادية، عندهم حتى لو في بيناتهم خلافات لكن بيحلوها بشكل ودي وتفاهمي وراقي، وحقيقة بصورة شوي بعيدة عن ما يجري في مجتمعاتنا. أن تمس كتب الأطفال أحاسيسهم وواقعهم ليس أمراً سهلاً، وهناك كتاب عظماء لم يحققوا نجاحاً متميزاً عندما كتبوا للطفل كغابرييل غارسيا ماركيز، لكن هناك تقنيات يتبعها الكتاب لتسهيل مهمتهم. فعلاً هو مو شيء سهل، لأنه بدك تفكري، بدك تتذكري كيف كنتي تفكري أنت وصغيرة، أو إذا عندك أولاد من حولك أو أخوات أو كنتي مدرسة مدرسة أو أطفالك، بدك تكوني مواكبة تماماً لكيف عم يفكروا وكيف عم يشوفوا العالم لحتى تحسني تكتبي. أدب الطفل العربي خطى خطوات واسعة الأعوام الماضية، لكن يبقى الطريق طويلاً من أجل وضع أسس لأدب طفل عربي يحاكي الواقع وأيضاً يغني مخيلته.